هلا ومرحبا، هلا وغلا. أهم أداة مع السكاكين، السكين ما تمشي الحالة، مثل السيارة ما تمشي بدون بنزين. أهم أداة شفنا حطيناها مع المجموعة، مسن ستيل. وشلون تستخدم مسن ستيل؟ فيه أنواع من مسنات ستيل، الكبير والصغير والبيضاوي والدائري. الأساسي مثلا، خلنا ببدأ بأحسنهم، البيضاوي. طريقة استخدام مسن ستيل، شفت هذه الحين عمودي على مسن ستيل، هذه زاوية إيش؟ كم الزاوية هذه؟ 90. فأنت إذا حطيت المسن كذا صار 90، نص 90 45، نص 45 شفت يعني الحين شفتها هذه حطيتها نصها، وتحط نصها الثاني. أيوة شفت الزاوية هذه، هي الزاوية اللي نبي نثبت عليها. ثبتت الزاوية بالطريقة اللي قلنا، تمسك السكين من أول السكين وأول المسن وتسحب ببطء وبدون ضغط وبدون شيء، تمام؟ تغطي الحد كامل. تجي للجهة الثانية بنفس الزاوية، طق طق طق، تجي تقول تسحب السكين من أولها لين آخرها وتروح ترفع فوق. كل ما ترتفع الزاوية فوق كل ما تخرب الحد، كل ما تنزل كل ما تقل الفائدة. فأنت أسلم لك إنك تنزل وتجرب، ضبط معك زين، ما ضبط ارفع شوي. الصوت اللي يطلع تحس صوت احتكاك اكثر في حال انه جاب الزاويه الصح. هذه طريقه استخدام مسن ستيل. ميزه البيضاوي انه طبعا البيضاوي حق ام سهم، شركه ام سهم، شركه يقال انها هي المخترعه الاولى لمسنات ستيل في العالم، لانها اصلا شركه مختصه في المبارد. ميزه البيضاوي لو جتك طقه هنا وانعفط الحد، الزاويه هذه تقدر تستخدمها كشيء كحد خشن، تمام؟ عشان تعدل تقدر تستفيد من البيضاوي بالطريقه هذه، ثم تنعم هنا كانك تستخدم كاني انجرحت. الله يلعن بيسه، ما تمزح لي والله، ما تمزح. شوف شو الغلط، علشان اطلعها في الكاميرا قربت يدي هنا، المفروض دائم يدك خلف المقبض، شفت شلون انجرحت؟ فالشاهد هذه من هذا الكربون ستيل من ام سهم، موس الموس، فهمت شلون؟ طيب هذا الصغير اسهل مثلا في التصوير، اسهل، نفس الفكره. انشر المقطع الله يعافيك علشان ما يخربون الناس سكاكينه. اذا شريت مجموعه جديده لا تتعلم عليها لانك تبي تخرب السكين. اذا برد حدها سوي الحركه، تمام؟ شوف الجزارين يستخدم بين الثانيه والثانيه مسن ستيل، يقطع مسن ستيل، ينحر مسن ستيل. مسن ستيل اساسي جدا.